الآن في مواجهات في البلد في منطقة الظهر، هذه إلى مستوطنة كرماتسور. كان في مواجهات، صاب هناك مستشفى. سان حبوب، مرح، دين، رواد المسجد ذو خلق، الله اصطفاه واختار، طلب الشهادة والله أعطاه إياها. نحتسبه عند الله من الشهداء. يجهز في بيته بده يتجوز ان شاء الله، عرسه اليوم في الجنه ان شاء الله. هو الكبير عندك؟ هو اكبر ولد الحمد لله. هون بنقول انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ. عزيز الله اعطانا اياه والله اخذ. وعزيز انا فطنت اشي امبارح، اقسم بالله العظيم على ما اقول شهيد، إنه أول من ولد عزيز وأذنت بذانه، أقمت الصلاة بالأذن اليسرى، طلبت من الله قلت يا رب اتقبله يخدمك ويخدم دينك يا رب، أنا نظرت لإلك. فطنت امبارح لما جيت أبكي وأحزن، ولكن فطنت الله فكرني إياها هيك. الله عز وجل أوجدنا في الدنيا هاي للابتلاء، وأوجدنا في البلاد هاي للاختبار كمان. هاي البلاد إلها ضريبة، ضريبة الرباط، ضريبة الجهاد، لأنه الله عز وجل أوجدنا على هالدنيا هاي لمقصد. بس مش مقصودنا الدنيا، مقصودنا كيف نروح على ربنا وربنا راضي عنه. أكثر موقف بتذكره لعزيز قبل ما يستشهد بيوم، سهران معه للساعة واحدة بالليل أنا وأخوه، لانه له فتره في المواجهات ولا، فبحكي معه بقول له يابا بلاش تصاوب، بلاش تنس جيم، بلاش بلاش بلاش. فبقول لي يابا شو طالع في دينا؟ نسكت؟ فبقول له بس ولكن ربنا طلب يعني الاعداد، طلب القوه. قال يابا هذا اللي احنا بنقدر عليه، بس طلب الشهاده والله اعطاه. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه.